السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محرك بحث جوجل المعروف عالميا، لا يوجد أي مستعمل للإنترنت لم يستعمل هذا الموقع، موقع أو محرك البحث العالمي. شركة جوجل أعلنت أنها قامت بأرشفة فقط 4% من المحتوى العالمي للإنترنت. يمتاز جوجل بسرعة دقة المعلومة ودقتها كذلك، ولكن في بعض الأحيان لا يعطيك النتيجة المرغوبة إذا كنت تستعمله بشكل طبيعي، بشكل عادي فقط، مثلا بكتابة أي كلمة وانتهى. فجوجل لديه بعض الأكواد للاستعمال الجيد يعطيك نتيجة أفضل. في هذا الشرح سأشرح لكم أشهر 5 أكواد سنقوم بتجريبها، كما سأقدم لكم طرق استعمال خصائص وميزات موجودة في جوجل للحصول على نتائج مضمون. نبدأ بالأكواد. أول كود هو OR، أو كيف نستعمله؟ مثلا أريد البحث عن ميسي ورونالدو في نفس الوقت، نقوم بكتابة ميسي رونالدو وبينهما أكتب كلمة OR، فسيعطيني النتيجة لهذين اللاعبين ميسي ورونالدو فقط، حتى في الفيديو والصور والأخبار والخرائط وغيرها. هذا هو الكود الأول. الكود الثاني والعلامة الثانية هي تخص المرادفات. فماذا نقصد؟ مثلا أريد البحث عن الغداء، فسيعطيني نتيجة للغداء الصحي وغير صحي، ويعني النتيجة متنوعة، ولكن أريد أن يعطيني نتيجة للغداء الصحي فقط، فماذا أفعل؟ أقوم بكتاب صحي وبينهما أكتب العلامة. تجد العلامة، يمكنك استعمال لوحة المفاتيح الخاصة بجوجل من هنا، على الضغط على هذا المكان هذه العلامة كما تشاهدون، هذه المرادفة والضغط أوكي. هذا البحث سيعطيك النتيجة للغداء الصحي فقط، ولا يعطيك غداء شيء آخر على حسب البحث، الغداء الصحي. الكود الثالث هو البحث داخل المواقع عبر جوجل. كيف ذلك؟ مثلا أريد البحث عن كلمة عمل في موقع bbc.com، فيعطيني النتائج داخل bbc.com فقط، لأني بحثت إلا في bbc.com الخاصة بموقعهم، فيعطيني على أي كلمة فيها كلمة عمل. هذه طريقة، ويمكنك استعمالها في الصور. مثلا إن تذكرت صورة في موقع ما، حتى ولو ذهبت إلى ذلك الموقع والبحث فيه، فربما لن تصل إلى النتيجة. فأحسن طريقة تقوم بهذه العملية عن طريق محرك جوجل. الكود الرابع وهو البحث بين فاصلين زمنيين معينين. مثلا تريد تاريخ العرب 1980، ثم 3 نقاط إلى سنة 2000، فيعطيك فقط النتائج بين هذين التاريخين فقط، ويمكنك قراءة ما تبحث عنه. الكود يخص بحث عن المواقع المتشابهة في خدمتها. مثلا لهذا الغرض نستعمل كلمة وهي هذه هي related، ثم نقطتين. مثلا أريد البحث عن المواقع الشبيهة بموقع نايكي، فكما تشاهدون أديداس، رايبوك، فهي نفس الشركات الخاصة بألعاب الملابس، بملابس الرياضية عفوا، ونفس تخصص الشركات. ربما تريد مواقع أخبارية متشابهة فتستعمل هذا الكود. الكود الخامس وهو يخص إقصاء بعض الكلمات في عملية البحث. فمثلا أريد البحث عن كتب إلكترونية،
إلكترونية، يقوم بكتابة ناقص ثم كلمة بيع، فسيعطيني الكلمات المجانية أو الكتب المجانية الإلكترونية فقط. أما الكتب البيع سيقوم بإقصائها من عملية البحث ويعطيني كل شيء مجاني. فهذه العملية تستعمل للإقصاء بدون ترك الفراغات بعد النقص. هذه هي الأكواد الخمسة المستعملة، وربما تكون سرية للبعض. الآن سنمر إلى الخدمات أو الميزات الموفرة أو المقدمة من جوجل مباشرة. فمثلا أبحث عن كلمة، أبحث عن أي خبر، مثلا تفجير. عند الضغط على التفجير فيعطيني نتائج كثيرة مخلطة، ومنذ يوم منذ أيام، يعني نتائج غير واضحة و غير مفلترة. فكيف أقوم بفلترة هذه الأخبار؟ فما علي إلا الضغط على أدوات، ثم هنا أي وقت، فهنا في أي وقت أختار آخر 24 ساعة، فيعطيني الأخبار التفجير في آخر 24 ساعة فقط. كما تشاهدون، قبل 18، قبل 15، قبل 13 ساعة، يعني النتائج مفلترة بشكل جيد. كما يمكنك اختيار كذلك البلد من هنا، مثلا البلد الجزائر، فسأشاهد أخبار التفجير مواقع الأخبارية الجزائرية في بهذه الطريقة. هذه مواقع جزائرية فقط، وكما أن النتائج لآخر 24 ساعة لهذه الكلمة. فيمكنك استعمال أي كلمة تريد. كما يمكن يوجد كذلك خصائص أخرى هنا في حسب اللغات، ومرتبة حسب الموضوع، وكذلك النتائج من هنا. في كذلك نذهب إلى الصور. عند البحث في الصور كذلك هناك إعدادات، ويمكنك على غرار آخر 24 ساعة، ويوجد كذلك الحجم. فهنا يمكنك اختيار حجم الصورة التي تريد البحث عنها، وحسب اللون كذلك. إذا كنت تريد ربما سيارة، مثلا سيارة، تريد سيارات ذات اللون الأحمر فقط، فيعطيك سيارات ذات اللون الأحمر، ويمكنك استعمالها مع الخبر الذي تريده. كذلك يمكنك الفلترة حسب حقوق الملكية تلك الصورة، فتستعمل هذا الخط الثالث، والكثير من الميزات. إذن إخوان، كان هذا هو الدرس اليوم فيما يخص موقع أو محرك البحث جوجل وبعض الأسرار الخاصة به. أتمنى أن يعجبكم ويفيدكم هذا الشرح. في الأخير، إن لم تشترك في قناة نسيم ديزد يمكنك الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. في الأخير، ما علي إلا أن أشكركم على المتابعة، وإلى الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.